بونجور مريم. اهلا 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 اهلا، كيفك؟ كثير منيحه. شو عنا اليوم؟ اليوم عنا سلموا على بعض يا ريت. مريم بونجور مريم، كثير حلوه. انا شخصيا استمتعت بقراءتها، وهالروايه اخذت 5 ساعات من الكتابه اليوميه وعلى مدى 13 سنه. نعم، على مدى 13 سنه كل يوم. على مدى 13 سنه 5 ساعات، كل يوم 5 ساعات على مدى 13 سنه. اوكي. واخيرا صدرت هالروايه بعنوان فاميلي لايف، وهي الروايه للكاتب الهندي الاصل اكيل شارما. بالبدايه كتب شارما 700 صفحه، بس لما شعر بانه هال 700 صفحه كتار على القارئ رجع اختصرهم ب 224 صفحة، واكيد بيكون عمل كثير منيح انه صاروا 224 صفحة. اوكي. إذن هالرواية هي بالحقيقة شبه سيرة شارما الذاتية، هي مبنية على حادثة مأساوية حصلت معه بطفولته. بنهاية السبعينات لما كان شارما بعمر 8 سنوات، هاجر مع أهله وشقيقه من الهند إلى الولايات المتحدة، وعاشت الأسرة أولاً بمنطقة كوينز الفقيرة، وكان على الشقيقين أنه يتفوقوا بالدراسة لحتى يحققوا الحلم الأمريكي. وبالفعل برز الابن الأكبر بالرياضيات ورغب بدراسة الطب، ولكنه بعد 2 سنين غطس ببركة السباحة، صدم رأسه بقعرة وتضرر دماغه وفقد أي حركة وصار شبيه بالنبتة. إذن أمام هالمأساة أصيب الأب بالكآبة، والأم وضعت إيمانها بشفاء ابنها بالمشعوذين، ومن هالحادثة انطلق شارما لحتى يوضع رواية تجمع بين الواقع والخيال، بين الحزن والفكاهة، ورواية بتملك كل مقومات أو كل المقومات لجذب اهتمام القارئ، لدرجة بيصير من الصعب وضعها جانبا من لما بنبدأ بقراءتها. فاميلي لايف من لما صدرت بالعام 2004 استقطبت اهتمام الجميع لدرجة ما كان ممكن أبدا تجاهلها من قبل لجنة حكم جائزة فوليو. وبالفعل هالرواية فازت بالعام 2015 بجائزة فوليو، هالجائزة الأدبية اللي بتفرض ضرورة وجود عنصر المتعة لدى قراءة الروايات المرشحة. طبعا وجدت بانه هالعنصر موجود بامتياز عند شارما بفاميلي لايف، ومدحت لجنه الحكم بساطه نص هالروايه، غنى هالروايه بالعاطفه والاحساس والفكاهه والمرح. ما تتوقفوا ابدا عند موضوع الروايه المأساوي، لانه خلف هالقصه بانتظاركم الكثير الكثير من المتعه الفكريه ومن المرح. مريم، ومن خلال يمكن هالرواية برز شارما يمكن وقدر يحقق جزء من حلم أهله أكيد. نعم. ليش مع كتابة السيرة الذاتية استخدم الكاتب الخيال؟ ليش ما كتب سيرته الذاتية على شكل مذكرات من دون ما يمزج الواقع بالخيال؟ صحيح بياريتو، هذا السؤال يلي بينسأل بالأساس. هي السيرة الذاتية مغلفة بالخيال، بتسمح للكاتب يكتب كل شيء من دون ضوابط. المذكرات أو كتابة السيرة الذاتية من دون استخدام الخيال بتتطلب للكاتب أنه يكون كتير موضوعي، يكون كتير دقيق، وشارما ما كان بده يدخل بكتابها الأجدية. على كل، هو مرة سئل عن هالموضوع بإحدى المقابلات وقال أنه لجأ للخيال لحتى يكون مرتاح أكثر بالكتابة عن ذاته. قلت سابقا بأنه أمضى شارما 13 سنة بكتابة هالرواية، والسبب هو أنه كان من الصعب عليه استعادة سيرته الذاتية الموجعة. مع الخيال ومع الأسلوب الخيالي قدر يعيد كتابة ماضي بأقل ضرر نفسي ممكن. على كل، الكتابة دائما، الكتابة المغلفة بالخيال والسخرية والفكاهة دائما بتصيب الهدف بالعمق أكثر، وبتوصل أسرع للقارئ، وهو كان بده يكون أقرب للقارئ. وعلى كل، النجاح نجح طبعا. مريم، شو الهدف أنه العبرة أو العبرة شو الهدف أو العبرة من أنه ينقل الكاتب مأساته للآخرين؟ يعني القصة صحيح فيها فكاهة ومرح مثل ما قلتي، بس هي بالنهاية بتحكي عن مأساة هالعائلة. نعم نعم. جوال قبل فاميلي لايف كتب شارما رواية بعنوان An Obedient Father، وهالرواية كمان كانت مبنية على سيرته الذاتية، حكي فيها عن أهله يلي عانوا وتحملوا كتير بسبب مرض ولدهم البكر. إن كان بفاميلي لايف أو بAn Obedient Father أعطى شارما صورة عن الحب
الحقيقي، عن أهمية نكران الذات وبذل الذات، وعن أهمية وسلطة الأدب وقدرته على التغيير. شارمم لما كان صغير وهربا من المأساة العائلية يلي أصابتهم لجأ للقراءة، ومع القراءة تعلم أنه في يعتبر كل شيء مأساوي عم بيصير معه كأنه قصة، وفي حول هالقصة إلى منفعة ذاتية وإلى منفعة جماعية. العبرة الأساسية من هالكتاب بأنه كل واحد منا ممكن يمر بمأساة كتير كبيرة، وبالآخر بالإصرار وبالصبر بنتغلب على كل شيء. حلو كتير هالناحية من الرواية. ومريم نحن كمان بدنا نقول لك هابي بيرثدي، انت امبارح احتفلت بعيد ميلادك، بقى بنقول لك عقبال المية. ميرسي بيرات. مبروك مريم، فاجئناكي. وين القطو؟ يلا. انا بعتذر بطلت عم بسمعكم كثير، بس بشكركم، بس عم نعايدك، ينعاد عليكي. ميرسي جوال، بشكركم كثير على المعايده. شكرا. وبشوفكم الاربعاء ان الله. اكيد الاربعاء باصدار جديد. نحن رح نكفي وبعجقة المظاهرات وعلى بعد أمتار من رفع الشعارات والمطالب، كانت تظاهرة من نوع آخر، تظاهرة فنية انطلقت بمارم خايل على درج الفاندوم من خلال نحن والأمر والجيران من تنظيم مجموعة كهرباء. مهرجان استمر على مدى 3 أيام، اتضمن عروض مسرح، موسيقى، رقص، عروض سينمائية وغيرها، والتفاصيل متبع سوا بهالمشاهد. هذا تراث لبنان، هذا درج قديم كتير يعني ومشهور. درج تراث، درج قديم يعني، قل وجوده بلبنان، صار كله عمار، كله اشياء جديدة، كله قلت الاشياء التراثية عنا بالبلد. هو قبل ما ينعمل هالطريق كان هذا لفوق، كان مزبوط اطول درج بلبنان. زاوية مخباية بإحياء منطقة الجميزة، هو درج أثري وتراثي ومعلم مهم ما زال محافظ اليوم على هويته، معروف بدرج الفاندوم. هالدرج اللي تحول خلال 3 أيام متتالية إلى ملتقى فني، ثقافة، موسيقى، حضارة وبيئة لكل الناس، بمظاهرة فنية سلمية حضرية عم بتواكب سلسلة المظاهرات والتحركات اللي عم تغلي بالمدينة، بمهرجان حمل عنوان نحن والقمر والجيران. في شبكة علاقات إنسانية بين أهل الحي، بنحس حالنا كأنه موجودين بشي ضيعة، وهيدي الشبكة الإنسانية اللي بتخلق شيء مميز بمجتمعنا، اللي شوي شوي عم تختفي، لأنه لما مندمر بيوت طابق طابقين، مش بس عم ندمر مباني، عم ندمر كمان الشبكة الإنسانية. إضافة لهالبعد، السنة عم ينعمل بهالجو اللي عم يغلي، اللي طلعت ريحتهم كلهم فيه، طلعت ريحة اللبنانية اللي بضلهم ينتخبوا اللي لهم ريحة. في مجموعة من العاملين الثقافيين الأجانب يلي مهتمين بالحركة الثقافية بلبنان، وجايين خصيصا ليتعرفوا على الفنانين يلي هلأ هن عم بيحركوا الساحة اللبنانية. نسمع لبعض، نكتشف بعض، نكون مع بعض، نحط إيد بإيد، بعتقد لأنه بهذا البلد بعد غير يعني على اللي أنا يعني من خبرتي، عايزين انه نشتغل سوا. طار سنونه كل النهار وبالليل حس حاله لحاله وين بدي غط، صار يسأل حاله وفجاه شاف على بعيد تمثال الامير السعيد. عم تحيي احياء بهالمدينه، تضوي عليها، ترجع تشوف انه هون الجيران كيف عايشين مع بعض، انه فينا نعمل نشاطات هالمستوى ويكون كتير منوع، عم نجيب عليه فرق أجنبية وإشياء متنوعة، إشياء بروفيسيونال، إشياء لهوات، كل هيدا الخليط بيعمل أنه لقاء تبع نحن والقمر والجيران دايما بيكون مميز وبتكتشفه. لرابع سنة على التوالي مهرجان نحن والقمر والجيران اللي من تنظيم مجموعة كهرباء ومجموعة كبيرة من المتطوعين، نقلت العروض على كل أنحاء الدرج وبمختلف الزوايا، فتراوحت ما بين الرقص، الموسيقى، المسرح، الرسم، الحكواتي وغيرهم، وانتقل الحضور من عرض إلى الثاني ليستمتعوا بالعروض ويتعرفوا على مختلف زوايا درج الفاندوم.
مهرجان مميز ورائع بدل قديش نحن من لا شيء بنقدر نعمل شيء. عم بينظموه بحسهم لؤلؤة، لأنه عم بيعطوا من وقتهم ومن طاقتهم تيعملوا شيء بيجمع الناس، وبهالبلد جمع الناس معجزة. احنا مبسوطين فيكم يعني، وكيف بدي أقول لك إنه شيء تشجيع للشباب، أيامنا ما كان في هيك. كل سنة بيعمل هالمهرجان وبفرج إنه قديش لبنان حلو، عم بيقدر ينمونا إياه بطريقة حلوة. I think it's a great idea because like we get to meet another people and from other countries and stuff. كتير حلو كتير حلو. عقبال كل سنة لا ما جاي، أنا مش أنا بيتي مش هون، هونيك جاي لحتى أتفرج. لا كتير حلو. من مهرجان نحن والقمر والجيران عم يخرج المسرح من مكانه المعتاد ومن إطاره التقليدي ليتوجه إلى الشارع وإلى الناس ويصبح بمتناول الجميع، ليندمج بإطار درج الفاندوم ويرد إلى بيروت مفهوم الثقافة الحقيقي. نتابع حلقتنا وبعدنا عم نجول على المناطق اللبنانية ومهرجاناتها. ضيفنا اليوم رئيس لجنة مهرجانات أرطبة السياحية سيمون كرم. أهلا وسهلا فيك سيمون. صباح الخير. كيف أرطبة؟ كتير منيح. نازل من فوق؟ نعم. كيف طقس؟ بلش بجنن. عشية كتير حلو، تبورد يعني بورد. هلا أحلى طقس يمكن. مظبوط. أرطبة موعودة ووعدة كل المناطق اللبنانية بمهرجان السنة بخمسة وستة أيلول، مختلف نوعا ما وعنده نكهة مميزة لأنه بتحتفل أرطبة بيوبيل الخمسين سنة على انطلاق مهرجانتها عقبال العمر الطويل. ما بدي أقول مية لأن مية قريبة يعني. مية صارت قريبة. مظبوط. نحن بتزامن السنة اليوبيل الخمسين. اليوبيل الخمسين نحن طبعا هاي الشغلة بلشت من خمسين سنة جير ولا جيل عم ناخدها ومنكفي فيها. السنة حبينا نعمل شيء مميز، حبينا نجمع بين التراث والحداثة، بين الفنون الشرقية والفنون الغربية. على هالأساس حطينا برنامج بيمتد على يومين. هول اليومين اللي بيمتدوا هن 5 و6 أيلول. قبل ما بفوت بالموضوع البرنامج حابب أنا بس هيك أحكي شوي بشكل ملخص كمقدمة. السنة أنشأنا لجنة مهرجانات. هاي لجنة المهرجانات دعمتها البلدية ونادي أرطبة. أسسناها لنقدر نعمل طلة نوعية جديدة على العمل السياحي. لجنة المهرجانات اشتغلت بشكل دؤوب لتطلع ببرنامج متميز إذا الله راد. فبحب وجه شكر كبير لرئيس البلدية ولرئيس نادي أرطبة وللأعضاء البلدية والنادي اللي هن الدعم الأساسي لنا، الدعم المادي والمعنوي. هلا طبعا مع لجنة جديدة وروح جديدة ترجع كأنه انطلاقة جديدة كمان للمهرجان. 100%. أعضاء اللجنة طبعا أشخاص متخصصين بكل المجالات الإعلامية، الإنترنت، يعني نقينا كل الأشخاص اللي بيقدروا يساعدونا يكونوا سبور لنا. كل شخص بالمكان المناسب. مظبوط، نقينا أشخاص بالمكان المناسب. هلأ المهرجان مثل ما قلنا بيبلش 5-6 أيلول. 5 أيلول هو نهار سبت. انطلاق المهرجان الساعة 4 بعد الظهر. نهار السبت عاملين احتفالات فنية وراقصة، الباراد، الزومبا، السالسا. على الساعة 6 البلدية طبعا هي بشكل دايم كل سنة بتقدم أعمال إنمائية جديدة. سنة البلدية الساعة 6 بصدد تدشين مركز الأمن العام بأرطبة. مركز الأمن العام من أحدث مراكز الأمن العام بجبل لبنان، رح يكون برعاية وحضور اللواء عباس إبراهيم. من بعد تدشينه 8:30 الانطلاق الرسمي لمهرجانات أرطبة السياحية. أول نهار في عنا بداية المهرجان، عنا مفاجأة فنية ما حأعلن عنها. من بعدها في عنا الأوركست أولمبيا. إذا شدين عليك شوي. لا هي حلوة لأنها مفاجأة. أوكي. الأوركست أولمبيا من بعدها هي اللي استخدمناها خصيصا من فرنسا لتقديم عروض فنية راقصة. بيرجع ختام السهرة رح يكون مع الفنان العالمي خوسيه فرنانديز. بنرجع بننتقل لنهار الأحد. نهار الأحد كمان ببلش مهرجاننا الساعة 4 بعد الظهر. السنة حبينا ننوع بالمهرجان 100%. كيف عم نشتغل نحن كبلدية أعمال إنمائية وأعمال سياحية، كمان حبينا نتوجه شوي للأعمال الزراعية ندعمهم. منطقة أرطبة والجوار هي منطقة مشهورة بزراعة التفاح. عنا تفاح كتير مميز، بيطلع التفاح من 800 متر ل 1800 متر من جميع أنواع التفاح. حبينا نعطي فسحة كبيرة للمزارع تيقدر يحتك مع المستهلك مباشرة. يعني كيف شو رح تعمل؟ هو أبل داي صح؟ مزبوط، سميناه الأبل داي. هو هذا معرض زراعي رح يتضمن كل أنواع التفاح الموجودة عنا بالمنطقة، رح يتضمن ستاند مع شطول. كذلك الأمر رح يكون هذا النهار نفرج العالم شو بنقدر ننتج من التفاح، اللي هي كالتالي: فينا ننتج من التفاح المبيد
فينا ننتج من التفاح العصير، الخل، فينا ننتج دبس التفاح، فينا نعمل مربى التفاح، هولي كلهم رح ينعملوا بالساحة العامة. شهينو. كذلك الأمر رح يكون عندنا ستاندات كمان إلى علاقة بالحلويات، الأبل باي كمان نقدر نعمل. تفضلي روحي بخيالك، أنا رح أطلع أرتبع لك. مزبوط. وبهذا النهار بالتزامن مع المعرض الزراعي كمان حبينا نعطي لفتة تراثية هي إعادة أحياء الألعاب القرية اللبنانية اللي اشتهرت فيها أرطبة من 86، إعادة أحياء اللي هي رفع الجرن والمحدلة والمخل. السنة بعد فترة تقريبا ما بعرف قد من 86 لليوم قد قطع عم نرجع نعيد إحيائها لنرجع نذكر 19 سنة نرجع نذكر جيل جديد 29 شو كانوا يعملوا جدودنا، شو الألعاب اللي كانوا يلعبوها، حسبوها وتطلع النتيجة بالآخر معنا. فهالألعاب القرية هي ألعاب تحدي، رفع جن، محتلة. هذا النهار من 4 إلى 8 بعد الظهر بتضمن هاي النشاطات، وفي عنا شخص فنان معروف وراح يطلع هو يقدم هذا البرنامج اللي هو زميلنا بالتلفزيون ميشيل أزي ميشو شو. فبنطلب من الجميع يكون موجود. بيرجع الحفلة الفنية بتنطلق على الساعة 8:30 عنا 3 فنانين. بنبلش بالفنان محمد خيري اللي هو بيأدي الأدود الحلبية، بيرجع عنا الفنانة ألين لحود، وختامها الفنان ناجي القسطة. نحن هذا المهرجان يعني حاولنا نجمع بين كل الفنون، إذا بتشوفوا في عنا فنون غربية شرقية، في فنون طرابية، في فنون شابة بتحبها، في رقص، في رقص، في برادات. يعني على يومين أرطبة ما حتنام، ابتداء من الأربعة لوجه الصبح نهار السبت، وتاني نهار من الأربعة لوجه السطح. تعرف سيمو يمكن التنوع اللي حكيت فيه ابتداء من لجنة المهرجان، هالتنوع يمكن بينعكس كمان التنوع على برنامج المهرجان، يمكن كل واحد عنده رأي، ما في شك تتشاركوا الآراء، البرنامج كيف بده يكون منوع. يعني تداولنا كتير، ضلينا عدة اجتماعات طلعنا بهالبرنامج، أبدا يعني مع انه ما كان في شيء بيجمعنا، يعني اشخاص من أرطبة ذو اقتصاد بس جمعتنا فكره أرطبة والتضحيه لأرطبة ورفع شان أرطبة، وبتصور قدرنا نوصل لبرنامج متنوع السنه، حاولنا نعمل غير اللي عم يعملوه غيرنا وغير اللي عملتوه يمكن بالسنين اللي قبل. 100% نحن مشهورين بكرنفال أرطبة، كرنفال أرطبة وبعدهم عم نحضر شيء ضخم. ما بعرف اذا السنه الجايه حابين نعمل كمان نقله نوعيه بالنسبه للكرنفال. يعني معروفة أرطبة بالكرنفال عن جد، يمكن من بيع القليلة اللي حافظت على الكرنفال فترة كتير طويلة، هي والزهور السيارات المزينة. هو الكرنفال إذا بدك المادة المسجلة باسم أرطبة، يعني أهم كرنفال بنعمل بلبنان، بس بياخد مجهود كبير وكلفة كبيرة. هذا السنة اللي عم نقدمه هو إن شاء الله بيكون مقدمة للسنة الجاي، يكون الكرنفال مع احتفالات فنية إضافية. حلو. كمان الملفت أنه الدخول مجاني على كل الحفلات. مزبوط. وبس نقول يمكن بدنا نشهد عجقة بالنهاية، لأنه كمان عم نختتم الصيفية قبل المدارس، يعني بدنا نتوقع عجقة كل العالم. مزبوط. من هيك أنتم منظمين حتى مواقف السيارات، كل شيء كيف بده يكون خلال هيدا النهار. مزبوط. عنا خطة سير للدخول وخروج من أرطبة مع المواقف. الوصول لأرطبة كتير سهل، بحب طمن كل العالم، في كتير ناس طالعة أرطبة بتقول طريق أرطبة مزعجة، أبدا، طريق أرطبة تحسنت كتير، 80% انعملت، صارت أوتوستراد، صار طريق آمنة، فيهم يطلعوا، ما بقى في عندهم حجاج يعني. أبدا. طريق أرطبة يعني من أوتوستراد نهر إبراهيم لأرطبة عنا 20 دقيقة وسهلة، أوتوستراد وطريق آمنة. فبندعي كل العالم ليطلعوا أرطبة، بتقدر توصلي لها من 3 مطارح، طريق نهر إبراهيم أرطبة، جبال عناية أرطبة، وفينا نجي من كسروان، كسروان أمز ليس أفقى أرطبة. يعني بيقدر يوصل على هالثلاث طرقات إن أوتوسترادات يعني. وإن شاء الله نحن نتوقع أنه يكون في أعداد كبيرة للغنى والتنوع وسهولة الوصول لأرطبة، ورح نهتم بكل الناس رح يجوا، وأهلا وسهلا فيهم، وأولهم أنتم نتشكركم لأنه عم تسمحوا لنا كل سنة نطلع نضوي على مهرجاناتنا. أهلا وسهلا فيك سيمو كرم، رئيس لجنة مهرجانات أرطبة السياحية. نحن نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله انطلاقة جديدة باليوبيل 50. تفضل. إذا في بس بالنهاية اللي بحب يتابع لحظة بلحظة عنا البيج على الفيسبوك أرطبة فيستيفال، بتمنى يفوتوا عليها لأنه هي أبديت كل لحظة عم نحط عليها معلومات بيقدروا يتواصلوا من خلالها معنا. نعم، نسلم عليكم عقبال كل سنة. متشكركم. أهلا وسهلا. شكرا. ميرسي. برأيكم نرجع للقسم الأخير من أخبار صباح لليوم.